أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة توصل لاتفاق يمكنه من تأمين راتب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأشارت الصحيفة أن إدارة البلوجرانا تواصلت مع شركة بيكو التركية على أن تكون إحدى الرعاة للفريق الكتالوني بقيمة 67 مليون جنيه استرليني. ولا تعد تلك المرة الأولى التي يتفق فيها الطرفان، فسبق وباع برشلونة حقوق الرعاية لكم قميصه لشركة بيكو في عام 2014. الصحيفة أفادت أن الشركة التركية ستدفع من 8 إلى 19 مليون يورو حتى 2022، وسيظهر اسمها على الجزء الخلفي من الكم الأيسر لقميص الفريق والجزء الخلفي لملابس التدريبي. وسيربح برشلونة وفقا للعقد الجديد 16.9 مليون جنيه استرليني 19 مليون يورو في الموسم الواحد حتى عام 2022 67 مليون جنيه استرليني طوال مدة العقد كاملة، أي أكثر من ضعف العقد الذي وقعه في 2014. وأوضحت موندو ديبورتيفو خلال تقريرها أن إجمالي إيرادات برشلونة من رعاية القميص سيتجاوز 1.77 مليون جنيه استرليني 200 مليون يورو بحلول الموسم المقبل. ويربح برشلونة ما يتراوح من 93 إلى 133 مليون جنيه استرليني من شركة الملابس والأدوات الرياضية نايكي في الموسم الواحد وفقا لنتائج الفريق في الليجا ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى 49 مليون جنيه استرليني سنويا من شركة راكوتين اليابانية الراعي الرئيسي للقميص، فضلا عن 1.3 مليون جنيه استرليني في حال التتويج بلقب الليجا و 4.4 مليون في حال التتويج بدوري أبطال أوروبا. واختتمت الصحيفة موضحة أن ذلك العائد المادي سيفيد برشلونة في مسألة أجور لاعبيه، خاصة في توفير راتب نجمه ليونيل ميسي والذي يحصل على راتب أسبوعي بقيمة 667 ألف دولار 560 ألف يورو.